مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فكره سيدي فهري. احلى تحيه لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. تحيه خاصه فرقه رياض بودينار. ضيوفنا في سهره الليله باش يكونوا ضيوف من الحجم الثقيل، برشا ضحك وبرشا حكايات باش تسمعهم اكيد لاول مره فكره سامي فهري. ضيفنا باش يكون كريم الغربي، بنت الدار مروه العقربي. يجينا خصيصا من الجزائر، اول ظهور ليها في تونس، شمسو. وباش نستقبلوا الاعلاميه التونسيه المقيمه في مصر، ليلى شندولا. مشاهدة طيبة للجميع، هذا صحري بحري. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في بيستو. في الحلقة اللي فاتت نبداو بضيفتنا الاولانية واجهة جندوبي اللي جات باش تقدم لنا مسرحيتها بيك بوسة 20 على 20، وهي تسألها سؤال: قديش تعطي نوت الروح؟ وهذا كان جواب. مادامك دخلت في منطق الأرقام، روحك أنت قديش تعطي؟ ليه ما نعطيش عدد روحي انا؟ يستحيل، ما نجمش نعطي عدد الروح. ليه ما نعطيش عدد الروحي ويستحيل نعطي عدد الروح؟ اربع ثواني، اربع ثواني من بعض. في بعض الحالات والله اي، فما 15 على 20، 17 على 20 اي نجم نكون. ان شاء الله باش يكون 20 على 20، 30 قدرة ربي العرض. ليه ما نعطيش عدد الروحي انا؟ نتعداو لضيفتنا الثانية منى العمارة، اللي بخلاف صوتها وزينها وحضورها الدائم والأنيق، اكتشفنا من الروبريك متاعنا الشهيرة باباراتزي اللي هي ماضية وتخوف. منى، احكم عليك بشهرين حبس. الله الله، انت خارجة سمعت فنانة قالت عليك حاجة نرفزتك برش، كيف خرجت هزيت حجرة وضربت بيها كرهبة الفنانة، كسرت لها البولار. الله الله، عندك وثائق وصور اللي تنجم تتسبب الإعلامي تونسي معروف أكثر من 30 سنة حبس. الله الله، هذاك علاش أنا من ممبري كمواطن يعمل في البيستو في فكرة سامي الفهري، أنا مانيش باش نجبد على منال عمارة جملة ومانيش ننبر عليها أخويا سايب علينا من المشاكل. الله الله، باهي جست نوريكم جينيريك قديم والله خاطر عاودوا فيه تو في الوطنية وكهرباء، وبليس أنا ما عنديش كهرباء معناتها. الله الله، نتعدوا لضيفنا الثالث مرتضى الفتيتي اللي بخلاف صوته الجميل وكليباته اللي طايره على الاخر وكي فنان فنان محليه، اكتشفنا في فكره سامي الفهري اللي هو فيلسوف وعنده ابعاد فيلسوفيه. تتقال فيلسوفيه عزيزي؟ كان يسمحوا لي العبد باش نقول الغنى جنرالمون اللي نقدم فيه، نحاول لو ماكسيموم انه العبد كي يسمع مره الاولى ما ينجمش يفهمه، تسمعها مره واثنين وثلاثه واربعه لين توصل لعشرة مرات، وانت كل مره تكتشف دي سوفراز جدد ودي سوليني جدد، معناها حاجات بالايحاء. سي بيان، يعطيك الصحه. ضيوفنا الاخرانيين فايز المحرسي وليد الصالحي اللي لعبوا اللعبه الشهيره نتاعنا اللي في فكره سامي الفهري نتاع الكيس هذوك تشرب حاجات بيزار، وجا جواب الوليد الصالحي 87. سالته فايزه اسكو بديت الاغنية عام 87، هاو جاوب 87. بديت تغني 87. عليه انا مولود 83. وليد الصالحي من عام 83، دونك السؤال اللي من بعد نورمالمون يكون اذكى شويه، معناتها محليه السؤال. الصدمه. عرس 87. ومسكينه شربت الخلطه العجيبه. انا فا قيرحه 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 انا قيرحه قيرحه، برافو عليك. سي تري ديليسيوز، ما بانها، يعطيكم الصحة والله. هذه كانت بيست اوف فكرة سامي الفهري، نتقابلوا الجمعة الجاية. أيا سايب البيبي بفضلك، سايب البيبي. باي باي. كل سبت 8 متاع الليل نقابلوها على قناة الحوار التونسي، السر اللي فيك، نستقبلوا بحب كبير بنت الدار مروة العقربي. محليك عيشك، صباح أيامك، الحمد لله عيشك. السر اللي فيك برنامج ناجح، أي بفضل الحالات الاجتماعية، ما نحبش نقول أنا فقدت جمل من البر على خاطر كيف
فقنا بالبعد النفسي اللي تخدم من الداخل. هو هادي لوبجيكتيف اللي العباد ما يعرفوش على ميسيون السر اللي فيك. لوبجيكتيف متاعنا هو انه نزينوا الداخليني اترافيغ البراني. خاطر المراه كي تشوف روحها مزيانه من برا يولي كل شيء عندها بوسيبل وكل شيء نجم تعمله وتحس روحها احلى واقوى وحتى بخزره لونطوراج نتاعها اي سورتو كي تقبل لي ديفو نتاعها. خاطر الكلنا عندنا دي ديفو والكلنا فما حاجات ما نحبوهمش مي ما نجموش نكونوا معناتها كاملين. عشت حالات رجتك من داخل بالخاص في الموسم الاول؟ اي الموسم الاولاني عشت حالات رجتني برشا من داخل. اي برشا حالات اللي معناتها تقف وتقول فما هكا في تونس فما هكا علاش هكا وصلنا علاش توصل المراه تخمم في روحها معناتها سامحوني في الكلمه اما تحقر روحها معناتها حاجه ياسر تمسك وحاجه ياسر توجع على خاطر معناتها هما حاجات خفيف. وديما نقول هنا في كل ايميسيون نقول هي غبره ونفضناها خاطر الغبره كي تتراكم فوق حاجه تخيبها الحاجه. مروه توا الحالات اللي يجيو اكيد انهم عاده انا شفت من حالات اجتماعيه من طبقات اجتماعيه متنوعه. اي خاطر باش تتلهي بروحك زاده يلزم مصروف. صحيح. فما طبقات او ناس معينين ينجموا. صحيح. وفما ناس انا بعد ما نتفرج نقول زعمه هذه معناتها زينتها الحلقه. اي وبعد الحلقه هل فما ناس خذوا الشجاعه انهم بعد الحلقه باش يقعدوا يخصوا جزء من ميزانيتهم لرواحهم لجسمهم باش يعرفوا انه البراني راه زاده مكمل دخلاني. هو لوبجيكتيف كيما قلت لك هادي نتاع الحلقه انه المراه تشوف روحها احلى مش نجم غدوه تشوفه خير. دونك انت ديجا بالانرجي جديده بالثقه في النفس العاليه اوتوماتيكمون راه خاطر احنا الصعيب عملناه. دونك بعد باش يقعدوا حاجات خفيفه باش تقعد معناتها تولي في عذري تتلهي بروحها ساعتين في النهار ولا خاطر فما حاجات ما نجمش يخبيهم المكياج فما حاجات الدنيا هي اللي حفرتهم في وجوهنا كيما لي غيد كيما لي تاش اللي فما نسى ما تعرفش اللي لازمك باغ اكزومبل كان تطلع لك اون تاش في وجهك يلزم فما دي تريتمون سهلين يتعملوا في الدار فما حاجات نجم تعملهم باش ما يطلعولكش لي تاش. دونك انت صعيب تعملوا ومن بعد هي الباقي عليها هي من بعد. حلقه 16 مارس فما بنيه اسمها اسماء اي تقلقت برشا من البرنامج وقالت انه البرنامج ضرها على الاخر. اي اكثر جمله تعبتني الطفله هذه قالت مروه العقربي دمرت لي حياتي. انا سميتني قالت مروه العقربي انا ما تفرجتش انا سمعت فيما معناه البرنامج مروه ما انت انت راك البرنامج صحيح. اي صحيح به خلينا انا لا محاله راه انا جوغي بريفيري ما نحكيوش فيه السوجي هذا على خاطر علاش على خاطر باش نقول لك السنه في سيزون 2 نتاع سر اللي فيك عنا بنيات من السيزون الاولى نتاع ليميسيون فما سبونسور تكفل بيهم كيما تكفل باسما ويخدموا تبارك الله عليهم ومنورينا بتربيتهم باخلاقهم بالليزيفور اللي قاعدين يعملوا فيهم باش يتقدموا باش يتحسنوا. احكي لي على اسما. اسما يمكن انا ما نلومهاش راهو اسما على خاطر الغلطه كانت ميتشويل معناتها احنا غلطنا وهي غلطت. احنا اعطيناها يمكن ثقه اكبر والا مسؤوليه اكبر من حجمها هي. علاش؟ على خاطر اسماء حطيناها مع عبيد النيفو نتاعهم اقوى منها. هذه حاجه. حاجه اخرى مانيش نفهم يعني اسماء ماهيش قاريه بالكدي وميم سيرا وسبونسور اللي تكفل بيها هو من الاول على باز يعني كي تكفل بها ما كانش باش يخدمها كيما البنيات الاخرين على خاطر فما زاده خاطر نحكيو على ما نجمش نسميه هنا سبونسور خاطر هو اكد واصر ما يحبش يقول اللي هو معناتها تكفل بالبنيات هذو. مروه نفهموا الحكايه البنيه اسماء جاتكم صورتها كيف جاتكم تعطيونا الصوره كانت عندها مشكله مشكله هي هذه اسماء كانت عندها مشكله انه الشعر هيبر بيلوزيتي فوالا يطلع برشا عندها أي. ومقلقها أي. ويمس حتى من انوثتها انتم وفرتوا لها العلاج أي. لذلك وحليتوا لها المشكله نتاعها بعد التدخل نجم نشوفوا تصويرتها كيفاش ولات فوالا لهنا نتصور خدمتوا لها على سنيها زاد كيف فمها ضحكتها شعرها تبدلت بين التصويره الاولى والتصويره الثانيه فما عالم كامل لهنا الحلم تحقق لكن انتم مشيتوا ابعد من هكا انكم باش تدبروا لها خدمه وتعملوا لها فورماسيون. هل كنتم مطالبين انكم تعدوها بالشيء هذا لانه ليه 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 البرنامج وفاه خنقول لك حاجه اسمى باغ اكزومبل يا هادي انا قعدت انا وياها بعد ليميسيون لان نورمالمون معناتها لي كونديدات ما عادش نشوفهم خاطر فما اللي بعدها تجي ويلزمني نوفر لها وقت ونقعد معاها ونحاول باش نحل لها مشاكلها. اسمى تقابلت انا وياها بعد ليميسيون
وهي تعرف وحكيت معها وقلت لها يا أسمى هذا يا أوبورتونيتي يلزمك تعرف كيفاش تتصرف راك باش تتحط مع عبيد أقوى منك في النيفو حاول تغتخب في الدار أعمل دي غوشيخش أي وتهنى وهي ما عرفتش ما تجيتها فرصة ما عرفتش تتصرف أنا منيش مطالبة ندبر لك خدمة ونقعد نتبع فيك من بعد معناتها حتى سبونسور صاروا تدخلات من بعد معناتها باش نعمل نقول لك حاجه ما نجمتش تعمل فورماسيون يعني قلت لك خاطر النيفو سكولير نتاعها ما يخليهاش يسمح ليهاش علم بالنيفو سكولير استنيني بيان سور انا علم نعرفه بيان سور مي سبونسور تكفل باش يعمل لها البيرمي ويشوف لها خدمه تابعه للسونتر عملت عديت الكود اكثر من مره وما خذيتوش واللي تتهرج في السونتر مع زميلاتها دخلنا مره واثنين وثلاثه معناتها من بعد ما عادش تنجم تتدخل فهمت ما كهو ما انت مش كل يوم راي الدنيا تدق لك الباب وتعطيك فرصه انا بيرسونيلمون بديت من الصفر المشكله في مانيش جو فو با جينيراليزي مي لي جون توا تحب تحلم اما ما تحبش تبدا من الصفر تحب تبدا بالكبير كانت تاخذ في سالير ما نجمش نقول اما محترم يخليها تعيش بكرامه وما تستحق لحتى حد باش يعاونها وما تستحق لحتى حد باش يقف معاها هي حبت وهي ما عرفتش تتصرف انا مانيش مطالبه ولا ليميسيون ولا سبونسور مش مطالب انه يقعد زيد يصبر عليها برشا فهمت الراجل اللي تحبه من 3 سنين قص معاها خطر ولا يحشم بها بعد ما تصورت المشكله نتاعها الى غير ذلك مش صحيح انت كان ترجع تحط لنا البورتري هو ديجا لوبجيكتيف نتاع ليميسيون ان نحطوا البورتري نتاع لي كانديدات باش نحطوكم انتوما معناتها المشاهد في دون لو بان باش يعرف حكايتها باش يتاثر معاها باش يفهم القصه بالكدي اسمع قال مشكله من المشاكل اللي خلتها تشارك في ليميسيون اللي حتى راجل ما يتقرب منها بسبب شكلها وبسبب مشاكلها دونك هي معناتها ال سو كونتردي كيفاش انت وانت تقول ما البورتري مازال معناتها على اليوتيوب موجود حتى نظره الناس ليها قالت لك الناس ما عادش يحبوا يعاونوني في بالهم انا ولا عندي برشا فلوس علاش يعاونوك انت كنت عندك خدمه الشركه تكفلت بها من الاول باش تشري لها الحوايج باش تكون معناتها قدام زميلاتها في مظهر لائق هذا الكل ما كنتش انت زادة تحطه بعين الاعتبار وتعطي شويه افور من روحك وتحافظ عليها الخدمه هذه شنو نمشي نخدم في بلاصتها انا باش تتبدل حياتها ولا مرض مشاكل رجعت منين جات وسوقت حياتها على اساس انها ولات دمار في دمار هي حبت الشهره راهو هادي انا نقول لك هي حبت الشهره احنا ملي تعديت ليميسيون نتاعها على اليوتيوب على فيسبوك كل يوم تحط في الديريكت وانا وشفتوني ونعاونكم ولات تعطي في لي بونز ادريس وعجبتها الشهره فهمت وهذاك علاش انا قلت لك تقابلت انا وياها وحبيت نعطيها معناتها كلكو كونساي باش تفهم يا اخي هي ما فهمتش حبت الشهرة عجبتها الشهرة مشيت لسي علي غدوة إن شاء الله نتو نشوفوها في شين أخرى ربي معها إن شاء الله تتشهر عندك نوع من الإحساس بالذنب في حاجة من الحاجات لا أنا عندي إحساس بالخيبة خاطر كي عبد تمن بيه وعبد تعطيه ثقتك وعبد تتصور غدوة كي باش تدخل ينور لك وجهك خاطر انت زاد راهو شوف يا هادي معناتها مش كان البنايات الزوز اللي حكيت عليهم اللي يخدموا وين هي كانت راهي اليوم تكون تخدم فما شكون عملت فورماسيون نتاع انجلوري وتخدم وحدها وتبارك الله فما اللي معناتها فما زاد اللي عملت فورماسيون في الكوافور فما معناتها زاد ما نكونوش غير واقعيين هادي معناتها يعني قلت لك واحد يدبر لك خدمه كما تقولوا من بوس يدي وجهه وقفيه كها معناتها مش باش نجي نخدم في بلاصتك خليني نذكر انه البرنامج سر لي فيك فريق كامل كيف نحيوه اللي يخدم من اعداد مصورين مونتاج وغير ذلك وفريق هدايا تعبين برشا انا نحب نسلم عليهم الكل ونقول لهم بالحق يعطيهم الصحة اللي وراء الكاميرا واللي في الشركة زيدة على رأسهم هويام العجيبي نسلموا عليها برشا برشا زميلتنا دونك ليكيب الكل ما هي بوتي صالح الكلهم كلهم معناتها وليت عائلتي الثانية أنا راهو معناتها نعدي نهار كامل معاهم ومع لي كونديدات زيدة اللي هذيك علاش من بعد تصير لك خيبة أمل خاطر تاكل خبز وملح معاهم تحل 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 قلبك ويحلوا لك قلبهم من بعد كي تصير حكاية كيف ما هكي تقول معناتها على الدنيا سلم عليه تبقى استثناءات بيان سور تبقى استثناءات مروه الف مبروك يبارك فيك على شنو زوز ملايين نسخال باش تقول لي خذيت زوز ملايين اي زوز ملايين
تقدم روحك ممثلة؟ هاي ومقدمة برامج. هاي ممثلة عندك برشا تستفزهم الكلمة. هاي ممثلة على خطر عندك زوز أدوار عملتهم في المسيرة. هاي صحيح. أولاد مفيدة؟ صحيح. وعملت سبعة سبايا اللي أنت بينك وبين روحك كلي نادمة برشا شوية عليه. وهو روينا ما ندمش على حتى شيء، على خاطر حاجة نعملها بقدرة ربي ما ندمش عليها، أما بلوتو خليتني نولي سيليكتيف، معناتها خاطر اللي يخدم مع سامي الفهري واللي نوجه له تحية، اللي يخدم مع سامي الفهري يعرف شو معناتها قيمة عمل، معناتها درامي ولا عمل تلفزي ولا حتى عمل كيما معناتها أنت ما تخدم كان مع مخرج اسمه سامي فهري فقط؟ مش ما نخدم كان مع سامي الفهري، ما تحسب تجربتي مع سامي الفهري بالنسبة لي أنا توا، يا إما نخدم مع في عمل تكون البرودكسيون بتاعو كيما البرودكسيون اللي يقوم بها سامي الفهري، وإلا مش لازم، فهمت؟ خطر تويكا ساعة ديجا السوق صغيرة معاك، والممثلين معناتها لي برودكسيون الكل يحبوا يلوجوا على وجوه جديدة على خطر الكاشي أقل، وعلى خطر باش يعملوا البوز، وعلى خطر وعلى خطر. دونك أنا بالنسبة لي أنا الحمد لله يا ربي عندي توا إيميسيون وعندي زوز بنائي في الانستغرام، دونك مانيش كلي ما حسيتش باش نمد وجهي وكهو، فهمت؟ تقول أنا ممثلة بينك وبين روحك؟ أنا ممثلة؟ أنا نقول أنا ممثلة ما خذيتش فرصتي. بسبب؟ بسبب السوق الصغيرة، بسبب الوجوه الجديدة اللي كل عام تظهر وأنا كنت منهم. فما بسبب اليوم نحكيه على أربع خمسة مسلسلات ستة مسلسلات كل عام لسيت كوم أحسب الضيع. ما نعرفش. ما تعرفش. معناتها أنا ما نصورش، ما أنا شوف أنا بيني وبين روحي نقول اللي معناتها مروة في ولاد مفيدة واحد كانت تتعلم، ما زالت ما تعرفش، ما زالت تحط في ساقيها واحدة واحدة. ولاد مفيدة اثنين التوا كي نخرج في الشارع ولا حتى كي ما قلت لي معناتها فوز انونسي اللي فما ولاد مفيده خمسه اللي عرضني انت لا حق انت متعد، معناتها كان جيت انا تعديت مرور الكرام حتى حد ما نقعد له في مخه مراه كبيره خساره ريت كي قالت لك يالتي فكلان دولسي علاش قالت لك، دونك ما تنجمش تقعد راك راسخ في اذهان العباد تو قاعد عنده خمسه سنين برشا خمسه سنين هاديره موجوع انك مت. مانيش موجوعة إني مت، أما موجوعة اللي فما خمسة أولاد مفيدة. نسألك نقول لك انستغرام، تقول الكلمة هذه نكرهها في الدم. ما نحبهاش. نحب انفلونسوز. مؤثرة معناتها. إي مؤثرة. كلمة انفلونسوز عادة عند برشا توانسة مرتبطة بكليشيات، حتى مش توانسة حتى في العالم. انفلونسوز معناتها بنية مزيانة لكن سطحية وفارغة. بنية مزيانة سطحية وفارغة، ساعة الانفلونسوز ماهوش كل مزيانات، معناتها فما منا ومنا، سطحية وفارغة، يفو با جينيراليزي هيدي، معناتها سطحية وفارغة تنجم تلقاها معناتها في دومين آخر سطحية وفارغة، كيما باغ إكزومبل ليتيكيت اللي على الطفلة البلوندة، ديما الطفلة البلوندة معناتها ولي معناتها الضحكة تفدليكا اللي أونتر بارونتيز الطفلة البلوندة ماهيش ذكية ما تكبتيهاش فيسع، دونك معناتها تسميات وديزيتيكيت يحطوا فيهم ماهيش معناتها فما ديزانفلونسوز واللي أنا نحبهم ونتبعهم اللي معناتها عندها أون في ياسر معناتها كوني جميلة واصمتي. لا 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 الحمد لله يا ربي، معناتها علاش كوني جميله واصمتي، نقرا كتب نحب نمشي كي نسمع فيلم جديد كي نمشي نتفرج فيه، لا مانيش كوني جميله واصمتي، عندي ما نقول في روحي، عندي باجاجي، عندي دي فالور ودي برانسيب في حياتي. مانيش هكاك نتبع. اخر كتاب قريته سنترال بارك غيوم ميسو. انفلونسوز طفله تافهه وأقصى اهتماماتها ظوافرها لون شعرها وقتش عندها موعد مع خبير التجميل. والله شوف معناتها سامحني، المرأة شنو اللي يميزها على الراجل؟ توا تبارك الله المرأة الخدم اللي يخدم فيهم الراجل كل تعمل فيه، والمرأة تبارك الله تنافس في الراجل في ذكيها في 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 في, في خدمتها في في كل شيء، دونك الحاجة اللي تميزها على الراجل هي الفيمينيتي نتاعها، معناتها كان سامحني هي تهمل روحها شنو باش تولي كيفها كيف الراجل، ما فما حتى فرق، هذه حاجه، وميم تو نظافه سامحني، مش لازم راهو يكونوا ظوافرك هكا طولهم، والا يكون شعرك الكل اكستنسيون، والا لا نظافه شعرك نظيف محليه، ظوافرك ملايمين وعامله مانيكور محليهم، وجهك محليه من غير حبوب ومن غير خاطر راهو النظافه معناتها اهم حاجه في الدنيا. اما ساعات فما مبالغات فما هوس. نرجع ونقول لك يفو با جينيراليزي.
مهووسة أنت بشعرك بظوافرك تتعقد يتكسر لك الظفر؟ لا لا ما نتعقدش، مانيش مهووسة، أما طبيعة خدمتي في التلفزة كيما في 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 انستغرام، مش على خاطرني أنا باش نحكي على ظوافري ولا باش نحكي على شعري، طبيعة خدمتي من نجمش تحكي مع العبيد ولا وأنت تفي معناتها ليكزامبل نتاع الطفلة اللي معناتها بخيتو أنا حاطة في انستغرامي، أنا معناتها انفلونسوز في تو سكي بوتي مود لايف ستايل أون جينيرال، دونك ما نجمش نكون مهملة روحي. ماهيشي هذيك أهم حاجة في حياتي، تغش في الناس، بريوريتي تغش في الناس وتبيع في الأوهام. أنا ولا لي زانفلونسوز الساعة بصفة عامة نحط الكل فرد فرد شكارة نحكي على الكليشيات. ما أنت غش شي، أنت تعرف اللي هي كليشيات. غش شي بيعوا في الأوهام، هاني في السنتر الفلاني، هاني عند الحجامة الفلانية، هاني عند الطبيب الفلاني، وانتم قابضين فلوس عليهم وتعملوا في الإشهار والدعاية الباطلة الباطلة. شوف صحيح موجود منا ومنا، نرجع ونقول لك يفو با جينيراليزي، وانا الحمد لله معناتها نعمل على ذكي العبيد خاطر ماهمش ناقصين معناتها ذكي تبارك الله عليهم، ينجموا يكابتيو الاوهام والكذب بين الحاجات الصحيحه. كي انا مثلا اليوم نحكي لك على ان برودوي وغدوه نجي نحكي لك على نفس البرودوي مي من ماركه اخرى، سي كو ظاهره اللي هي بيبليسيتي بور اي دور من غير حتى انت ما تعرف اللي هو البرودوي افيكاس ولا لا، فما معناتها اي انكور معناتها ما نجمش يقعد سوغ لو مارشي ولا يقعد يخدم العبيد معناتها تحبوا ديما، معناتها انا كي نمشي كل يوم نقول لك شو هذا محلاه وهذا محلاه وهذا باش يخسر الكريديبيليتي نتاعو والمصداقيه نتاعو، ما نجمش يقعد. لخص هذا الكل في الشكل والمظهر، مسموح لي باش نسالك قداش عمرك ولا ليه؟ بيان سور وي نجاوبك مادام قلت وي باش تجاوبني. 34 استنى استنى 30 باش نعمل 34 في مارس 34 سنين باش نعمل في مارس 34 باش نكبر في روحي تلعبت صغر في روحي 34 في مارس مازال مارس مازال شهرين على مارس فان مارس. علاش تقول عمرك؟ ما قلقنيش، علاش الحمد لله نعيش في كل عمر كيما نحبوا اكثر. لا هي برشا بروحك؟ لا هي بروحي وي. برشا زريرق؟ برشا زريرق تو ديبون من الزريرق، باخا نفسر حاجه، انا انا مانيش مروه نتاع ولاد مفيده، خاطر مروه نتاع ولاد مفيده زايده على توا 14 كيلو. دونك نحيد اي 14 كيلو انا بعد ولاد مفيده كنت سمينه. باش عملتهم باش نحيدهم؟ سبور وريجيم وميكلة هيلثي وكل مانت. دونك شنو صار؟ صار لي غلاشمان في وجهي، وديجا حتى كنت تشوفوا في ولاد مفيدة وجهي تبارك الله معبي، دونك كي صار الغلاشمان معناتها لي سيان اللي هما اللي هنا ياسر ولاو ظاهرين برشا. دونك من الاول مع طبيبي بدينا خدمنا صلحنا التكستور نتاع البو اللي هي كانت بوتيرن، وجهي كان مدخن، فما كيلكو تاش في وجهي، دونك خدمنا لا تكستور معناتها زينا، ولا فما اكلا ولا فما البو اللي تخير من قبل. ومن بعد خدمنا الفوليوم واللي هو عبينا لي سيون هذوما بالاسيد هيالورونيك، وهزينا من هنا كيف كيف بالاسيد هيالورونيك من هنا باش طلعوا شويه باش ما عادش ولاو ظاهري هذوما معناتها الزريرق اللي نعم فيهم في وجهي، اي كومبري زاد الزريرق اللي هو سكين بوستور اللي هو يحسن في الكاليتي نتاع البو. مروه هبطت تصويره ايه مؤخرا مؤخرا في التصوير هذايا قلت شوفوا شنو اللي تبدل فيا جاوك برشا حاجات عامله لونتي، فما شكون قال لك صحيحه ولا لا؟ صحيحه عامله لونتي. انت اللون المفضل عندك في عينيك شنو؟ لون عيني. من علاش تعمل في دي لونتي؟ اول مره اول مره يعجبوني لونتي، فوالا نحب نجرب كيما اي مراه هيجره. فما شكون قال لك لون شعرك؟ لا لا لون شعري مش مبدل هوني. بدلت برشا الوان شعر انت ولا لا؟ نبدل ديما كي تخرج توندونس جديده نبدل، بون نعرف الالوان اللي ويتيوني خاطر كل عبد فما الوان يويتيوني. تتجرع على الاخضر والازرق و شعري؟ اي والاحمر. لا 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 مانيش، لا انا شفي كلاسيك في في ستيل. هنا قالوا لك نافخه شفايف. لا شفايفي ناتشورال الحمد لله. عملت عمليه تجميل هنا، تعطينا صوره قبل وصوره بعد. هنا نجم نفيق بحاجه بدلتها. شنو هي؟ اي اما في الـ في الـ في الاخرى ماهيش ظاهره، كنت تاخذ تصويره فاس ما تتشافش. بهاني في تصويره فاس تو هنا. اي بدلت خشمي، عملت خشمي وقلت في انستغرام، قلت وقت اللي جي بخي لا ديسيزيون باش نعمل خشمي قلت وراني باش نعمل خشمي، من بعد ما قلتش معناتها كي عملت لوبيراسيون ما قلتش خاطر انا خشمي استسهلتها الحكايه. لحظه قل لي انت كنت لبس عليك شلزك ماشي للطبيب باش تعاود خشمك؟ علاش؟ على خاطر شفت تصويره خاطر في الصيف اللي تعدى عملت ياسر دي شوتينغ وكل،
دونك شفت تصويره تريتي بالفوتوشوب خشمي دو بروفيل. اول مره نشوف خشمي دو بروفيل بالفوتوشوب في نفس الشوتينغ اللي في الشوتينغ اللي قبله. يسرع عجبني قلت علاش ما نعملوش انا شني فيها هي حاسيلو. تعذبت الحقيقه ما توا الحمد لله معناتها ياسر فرحانه بيه. باه نعملوا لعبه. نعملوا لعبتي باش نستدعى لك مصطفى حواس وباش نعملوا مع بعضنا الدانس باتل. اللعبه انه باش ناخذوا حاجه من جو التسعينات. اوكي اوكي وكل واحد فيكم باش يحاول يعمل الشطحه نتاع الاغنيه هذيك. باش نبدا معاك انت مروه. لكن فما حاجه انه عندنا دي اكسسوار غادي تنحي يدك من غادي. فوالا قاعد ياثر على الجمهور باش بعدك هما يعيطوا. الجمهور ربي فضلهم يحبوني ديما. اسمعوا اما انا ضيفه نجي مره في القداش. الغنية الأولى نشوفوا شنو هي الغنية اللي باش تشطح عليها مروة ومصطفى أنت باش تبدل لها اللوك نتاعها حسب الغنية هذه. باش تلبس مروة. باش تلبس مروة. واضح. ومروة من بعد باش تلبسك. الغنية الأولى ترى أعطيونا الاقتراح الأول نتاع الغنية اللي باش نخدموا عليها. بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم. احنا عام 98. إيه. باش ناخذوا الغنية هذه. دونك مصطفى. كنا لابسة من عام 98. يلا. يلا. فما الكرافيت نتاع بريتني. كرافيت إيه. وي كرافيت. فيدكم دقيقة. اوكي به واو به. شوف احنا كل شيء نخدموه بالقدام. ايه. معاك زوز رقصات نستقبلوا لي دو دونسوز. ايه. بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم. به قدت روحها البنات يعطيكم الصحه باش ترجعوا لي بعد شويه. اي مصطفى اش عندك؟ اي ايس اوف بيز اول ذات شي وونت. اي لابسوا اي مصطفى. يلا معاك زوز راقصين نستقبلوا الراقصين اللي مع مصطفى حواس. هاي اجوا هنا مصطفى حواس ايس اوف بيز اول ذات شي وونتس.
نشوفوا الغناية اللي باش نخدموا عليها مع مروة العقربي. لوبيغا مامبو نمبر 5 99 به هاي حضرها الاكسسوارات نتاعها. هاي يا جماعة مروة العقربي. مروة العقربي لوبيغا مامبو نمبر 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. كارابيتشو كارابيا كارابيتشو. دونك يلا مروة زبطوا. مصطفى حواس كارابيتشو موزيكا. ايش ايش يا مروة لبنان تعطيكم الصحة. مصفى لا 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 شوف 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 احنا التصفيقة متاعكم شكون اشتح خير مش كون ضحكنا بشتح خير الزوز انا هو لحظة برك تصفيقة مصفى جمهور كبير مروة ولا محليهم ولا محليهم
تعادل. ميرسي بوكو جمهور تعادلنا. ميرسي مريوة. نحب نهدي هذه للببليك. عملت معاك زوج حوارات، فما مرة قلت لي نعيش قصة حب، ومن بعد مدة قلت لي خدمتي ما تسمح ليش باش نتعرف على شكون. هنا زوج تصريحات متناقضين شوية. علي متناقضين. انتي توا شنو وضعيتك العاطفية؟ I'm free. Free. باهي. آخر قصة حب عشتها شنو ظروفها؟ شنو هي ظروفها؟ كيفاش تعرفت مع شكون؟ شكون هو الشخص؟ انا جو بريفير با خاطر با ريسبي معناتها للعبد اللي كنت معاه ما نحبش نحكي. معروف؟ ما نحبش نحكي فيه. سألت معروف ولا لا؟ لا لا مش معروف. شخص ماهوش معروف؟ لا. باهي. قصة حب قداش دامت؟ أكثر من عام. عادة أكثر من عام تفهموا بعضكم؟ يا أخي. شنو هي المشكلة؟ كيفاش؟ قصة حب تنتهي معاك في أنو ظروف؟ خاطر ظروف خدمتي ما سمحت ليش أني نعيش قصة حب عادية كما يعيشوها لكوبل الكل. فما برشا يخدموا ناس كل تخدم وتعيش قصص حب على ضوء خدمتها. كل واحد وكيفاش. منا أوه. أوه. با جنراليزي. شنو اللي أنا أعطيني؟ شنو اللي شنو هو صار كومول مع ظروف خدمتي مع معناتها جيتي توجور ابسنت وتعرف انت معناتها خدمتنا شنو معناتها كيس كون سوبي برشا ستريس برشا برشا معناتها العبد يولي فابل يروح بديز انرجي نيجاتيف دونك فوالا دونك شنو اللي صار باش بطلته؟ ما صار حتى شيء. الدموع اللي في عينيك دموع شنو؟ ندم؟ ندم على علاقة أنت كنت سبب فيها أنها تتحطم العلاقة هذه؟ إحساس بالذنب؟ تحس بالذنب؟ دايما نحسش بالذنب. قلت معليش باش ما ندم معليش باش علاش تبكي علاش تبكي اذا انت ما تحسش بالذنب خاطر تعبتني الغلاس دموعك على خاطر تعبتني الغلاس. وقت اللي انسان يكون ماهوش باهي معاك ويمشي عليك تحس حمل وارتحت منه. دايما شكون قال لك اللي كان ما كانش باهي معايا؟ نجم نقول لك مبروك حريتك؟ لا ما عمري ما كنت انا محبوسه باش تقول لي مبروك حريتي. معناتها انت تحب العلاقه هذه تبقى متواصله؟ ليك هو علاقه وفات ومعناتها انا لا بيرسون معناتها قرار. شكون شكون حط قرار بي؟ ما هاش حاجه مهمه. المهم معناتها ما وفيتش بمشاكل. المهم ما وفيتش ما خرجش حتى حد معناتها متضرر فيها الغلاسيون وفات وكها. ما دامك تبكي قراره هو. ليه ماهوش ماهيش مهمه بهمش ايش تحب قراره هو قراره هو. نبكي مش على خاطر معناتها وفيت كيما لي غولاسيون اللي وفيو الكل لا ما خاطر غولاسيون تعبتني وكا. تعبتك مني ناحيه فسر لي فهمني. تعب ما نحبش نكمل نحكي. بسم الله عليك بسم الله عليك. ساعات مبلبل زهران معي عيا. أعطونا تصفيق. ربي معناتها العباد تحبني عائلتي تحبني صحابي يحبوني وكل معناتها مانيش راه مش حكيت عبد معناتها ناقص وحب ولا حاجة. مع غلاسيون تعبتني معناتها أنا بعدها مشيت للثيرابوت ولازم معناتها خذيت برشا وقت باش
معناتها خرجت منها الحكايه فهمت فوالا هذاك علاش بكيت مش على خاطر بالعكس معناتها اوني توجو غامي انا وياه وصحاب وما صارتش بيناتنا كلمه خايبه ما اما غولاسيون تعبتني وكهو يمكن زيد على خاطر جيت مع ليميسيون كي وفات وليميسيون معناتها كي وفات خليت لي معناتها قالت لي برشا وجيعة في معناتها في لي كان اللي شفتهم تاع لي كونديدات ما سيتي با فاسيل باش نخرج راه معناتها السيد هذا كان حب حياتك ليك هاو عاد هيديز هاني بطلت اليوم فما رمضان جاي فما اعمال قاعده تتصور بينك وبين روحك تقول يا دور باهي يضيف لي يفك عليا هاني قاعده صحيح. وصلت للمرحله هذه حتى ولو في رصيدك أي. بالنسبه لك انت دور مهم دور ونص خليني نقول حتى لو كان او فون دو مون نحب ياسر نخدم حاجه خاطر هاني قلت لك معناتها وقت اللي انا بديت نحل في جوين حي في ولاد مفيده معناتها ما كملتش وقت اللي بديت نحس نحب معناتها بيني وبين روحي انا نعيش حياتي نعيش فيها بلي ديفي هادي معناتها كل نهار نقوم الصباح باش تهزك الخطا وتنقز من الفرش لازمك حاجه تجي في جرتها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يجي نهار وناخذ غربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي وخليني توا نقدم لك بارودي سبيسيال مهدي ارتويم مروه العقربي زيده اطلب مروة واتمنى تحلك في وجهك الجنة تحب تعاونك استنى ديما اللي تحب علي فاهم مش شمسيس عنا مروة في دور كريستينا كده انا لوكا اللي بدنا ولي ولا موت وما بانا بابي ليز عند شعر ليز عند تحب كوب عند ميك اب عند الدافريكا عندك ثلالة تليق وطيط السنة معها البنية بالبالة يعدوا صبونك الطالة اطلب مروة واتمنى يا خدمتها تقلم عالب الطوارك الزتان زرق لي هوا زرقان تصير فيك عنا مروة تعمل في إعانة كتبهم مرأة في عقل جامع عاش عقل تحارب قيس عنا تلبيس عنا نيو لوك عنا شي تقيس عنا حاجة تودينا على بدنا شكوني لبسنا كدنا حمادي هو الأبطال ورعك ودوتشي قبل عنا عنا ولا عنا هاي And, 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 لهي بروحها وبدنها داي دايما تولى زيت شي ما فهمها فطور سباح برد جنة تطر تفاحة وتتعشى بنانا ريجنها هيمشي كمشهير لهنا راني فرشي فيها سر ما يتبيعش في المرشي شد الفوشة في ديها تولي لي ونطو ديفينشي اكتريس طالة ولندول سير تخا وقتالها وتعمل كومنت انستجرام بتصور وستوري ملايينها دخلها وتلمهم كل يوم فان وفان توريها مش عاملة اليوم الفنانة مكياج وبومادة في انستجرام لا تمشي للسوق ولا ماشي لجرانا عمرك ما غبت سر لي فيك عملت توجبت يتابعوا في كل نهار سبت كل مرات تطلبها تلغائش اطلبت لي حبت اطلب مروة واتمنى تحنك في وجهك الجنة تحب تعاونك استنى ديما اللي تحبها لي فاهمة مش شمسيس عنا مروة في دور كريستينا بتدلنا لوكا اللي بدنا ولي ولا موت ما بانا اطلب مروة واتمنى تحنك في وجهك الجنة تحب تعاونك استنى ديما اللي تحبها لي فاهمة مش شمسيس عنا مروة في دور كريستينا بتدلنا لوكا اللي بدنا ولي ولا موت ما بانا على الاقل كلمه الختام باش تفكها لحظه واحده كلمه الختام ايش غنى على السر اللي فيك باش تشاركوا الطريقه الوحيده انكم يزكوا تبعثوا اس ام اس اكاهو ما فماش معارف ما فماش كلم لي وروى عايشك وبنتي واختي وكل راو ماذا بيا الناس كل تشارك اما الله غالب يلزمكم تبعثوا لي اس ام اس باش بعديك ينجموا يكلموكم هما وتشاركوا وتجيو ومرحبا بكم الناس الكل. مروه محليك عايشك. كلمه الختام نحبها تجي من عندك. نحب نقول لك ميرسي بوكو. يعيشك سامحني. ميرسي اللي بكيتني. لا لا سامحني 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 والله. سامح سامح ما يصيرش ما فما حتى مشكل حاجه في قلبي خرجت. وكا هاو دونك ميرسي ليك انت هادي ميرسي لشيما طالب على الروبه المزيانه السي في على المكياج. وتفرجوا فيا كل نهار سبت على 8 غير بو على قناه الحوار التونسي اي نعملوا سيلفي نعملوا سيلفي نعملوا سيلفي اي جاي لا باش نعملوا فيديو مع الجمهور باهي نعملوا فيديو مع الجمهور 1 2 3 مروه العقربي يعطيك الصحه ميرسي